يا مساء الورد والفل والياسمين على عيونكم الحلوين، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. الفيديو ده كل سنه وانتم طيبين. بدانا مع بعض نواعم العيد، واول حاجه زي ما انتم متعودين معايا بعملها هي الكحك، لان الاقرب لقلبي والاحب لقلبي من كتر ما كل اللي بياكلوا منه بيعجبهم وبيقولوا عليه تحفه جدا. مفيش حد دقه عندي واختلف عليه. طريقته سهله جدا وبسيطه. لايك للفيديو، يلا نشوف طريقتنا ومكوناتنا وطريقه التحضير. اول حاجه جبت بوله حطيت فيها معلقه كبيره مليانه من الخميره ومعلقتين من السكر، وحطيت عليهم كوبايه كبيره من الحليب. تمام كده اهوت، قلبي كويس جدا لغايه ما تتاكدي ان الخميره بتاعتك ما فيهاش اي تكتلات، دي اهم حاجه. طيب احنا ليه بنحط الحليب بتاعنا هنا اهي؟ عشان نتاكد ان الخميره بتاعتي كويسه ومتفاعله. تمام، بصي هقول لك معلومه بقى، بما اننا مشينا خطوه خطوه هقول لك كل معلومه خاصه بالخطوه ديت. خطوه الحليب لغايه ما ندخل الدقيق، هقول لك على خطوه الحليب. لو عاوزه الكحك بتاعك دايب شويه، حطي على كل كيلو دقيق نص كوبايه من الحليب الدافي. لو عاوزاه ماسك نفسه شويه مش دايب، حطي كوبايه الا ربع من الحليب. احنا كده قلنا الجزء الخاص بالحليب. بصوا الخميره خميرته عامله ازاي، لكن لو حطيت الخميره جوه المكونات الجافه هبص الاقي ممكن تكون الخميره بتاعتي مش نشطه، فالدنيا كلها تبوظ معايا. عشان كده اختبرتها في حته خارجيه او في بوله خارجيه. كل كيلو دقيق بياخد 3 معالق من السمسم و3 معالق من لبن البودر. بصوا انا حاطه هنا 2 كيلو من الدقيق، يعني انا عامله 2 كيلو من دي، عشان كده عامله كوبايه حليب كامله وعامله المقدار 2. وهنا معلقه ممسوحه من البيكنج باودر، وهنا نص معلقه صغيره ممسوحه من ريحه الكحك او من المحلب، وانا بحب المحلب اكتر من ريحه الكحك. وهنا ذره الملح بتاعتي. قلبت المكونات الجافه دي كلها في بعضيها كويس جدا، وجبت الميزان بتاعي وهبتدي ان انا اوزن على كل كيلو دقيق نص كيلو سمنه. طيب هقول المكونات تاني وانا باوزن السمنه. هنا اهم حاجه بس يصفي السمنه كويس من المرتم، علشان خاطر ايه يعني ما طعمها ما يغيرش، انا عاوزاها تبقى رايقه كده وصافيه. طيب كيلو دقيق عليه 3 معالق سمسم، عليه 3 معالق لبن بودره، عليه نص معلقه بيكنج باودر ممسوحه، وعليه ذره الملح، وعليه محلب ربع معلقه محلب، انا حاطه نص لان انا عامله 2 كيلو، وكل كيلو دقيق عليه نص كيلو سمنه. كده انا قلت لك كل المقادير بالظبط، وان شاء الله هكتبها لكم في اول تعليق وهثبتها لكم. ده بالنسبه لو الحلقه دي نازله على القناه، لكن على صفحتي الشخصيه برضك هكتبها لكم في اول تعليق. اول ما تنزل الحلقه هحطها لكم في تعليق عشان تاخدوا بيها سكرين لو حابين. نزلت بقى كده بالسمنه بتاعتي، عاوزه تعملي السمنه سخنه، عاوزه تعمليها على البارد، براحتك جدا. انا بالنسبه لي الكحك ما بيقعدش، فمش محتاجه ان انا اعمله على السخن. ابتديت ان انا اقلبه كويس جدا. انت بقى لو ما عندكيش عجان بتعملي ايه؟ بتقعدي كده وتحطي مفرش حلو زيك يا قمرايه، وتبتدي تبسي العجين ما بين ايديكي لغايه ما تشرب السمنه بتاعتك كلها. ابتديت ان انا انزل زي ما احنا شايفين كده اهوت بالخميره بتاعتي، وانزل بكل المكونات اللي موجوده في البول لان كلها من مكوناتي. وابتديت ان انا اضربها، وفصلت الكاميرا طبعا وضربت براحتي، وتعالى اوريكم القوام. بتختبريها ازاي؟ بتكوريها وتضغطي عليها، لو لقيتيها شقب بتبقى محتاجه سمنه تاني معاكي. طيب لو لقيتها سايحه قوي بتبقى محتاجه معايا دقيق، في دقيق بيطرد السوائل وفي دقيق بيمتص السوائل بتاعتي. طيب ده القالب بتاعي اللي انا بستخدمه، دي الرسمه اللي انا بستخدمها. القالب ده انا كنت واخداه من والدتي، ربنا يخليها لي يا رب ويديها الصحه والعمر. انا غطيت الوش بتاع العجين بتاعي عشان ما ينشفش مني، وابتديت ان انا اشتغل فيها على طول. انا مش بخمر الكحك يا جماعه، لو خمرت الكحك هيفرش معاكي، لان في بيكنج باودر وفي خميره، فخلي بالك من الخطوه ديت. الكحك ما بيخمرش، الكحك لو هتخمريه بتسيبيه نص ساعه ولا ساعه بعد ما تشكليه جوه الصاج، غير كده يعني ما بيبقاش بيتخمر. العجينه تخلصيها تشتغلي فيها على طول. زي ما احنا شايفين ده كحك الساده، هعمل 3 4 ساده. وبعد كده رحت قلت لا، انا كنت ناويه ان انا اعمل ساده، افتكرت ان انا عندي في الفريزر ملبن، فطلعت الحته اللي انت هتشوفوها دلوقتي دي، وبعد كده رحت مغيره هدومي ونازله مشتريه ملبن، يعني كملت ملبن لاني انا بحب الكحك بملبن. اكتبوا لي في كومنتات انت بتحبي الكحك ساده ولا بالملبن زيي. ابتديت ان انا ارصه كده جنب بعضيه، لاني عارفه ويعني الحمد لله الحمد لله ان العجينه بتاعتي مظبوطه من الملمس بتاعها، فعشان كده انا حطاهم جنب بعضيهم وضمنا ان هم مش هيفرشوا. لو انت قلقانه اختبري واحده في طبق الومنيوم زي ما بنعمل في الغريبه او البيسي فور، ودخليها الفرن تشوفي هتفرش ولا مش هتفرش. لكن انا الحمد لله عشان ايدي فيه على طول بعمله كتير، خلاص اتعودت على الملمس بتاعه، فعارفه ايه اللي بيفرش وايه اللي محتاج ايه، والمقادير مظبوطه ولا لا.
جبت الملبن بتاعي وابتديت ان انا احط فيه شويه من السمنه، نفس نوع السمنه اللي مستخدميها اشتغل فيها. عاوزه في المرحله دي تحطي شويه سمسم براحتك جدا، بس انا مستكفيه بالسمسم اللي جوه العجينه بتاعت الكحكايه بتاعتي. السمسم على حسب حبك للسمسم، بتحب الكحك فيه سمسم كتير بدل ما تحط 3 معالق على كيلو دي من السمسم في بدايه الحلقه لما كنا بنحط، حطي 4 حطي 5، شوفي انت بتحبي ايه. بس انا شايفه ان كل حاجه الاعتدال فيها كويس، فانا شايفه ان دي المقادير المظبوطه جدا 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 لكل حاجه. بصوا بقى، ابتديت ان انا اكور هنا بعد ما دعكت السمنه مع الملبن بتاعي، دعكتهم كويس جدا، فكوا معايا بمنتهى السهوله، وابتديت ان انا اكورهم كور متوسطه. هعمل بقى كل الكميه دي، الكميه اللي لقيتها عندي في الفريزر، فعشان كده لبست ونزلت جبت كيلو تاني ملبن. بصوا هنا بعمل حفره كدهوت والم العجينه بتاعتي. بصوا بوريكم العجينه شكلها عامل ازاي. الميزه بقى هنا في القالب بتاع الكحك ان انت بتشكلي كله مقاس واحد. ليه؟ القالب نفسه هو اللي بيحكمك. انا مش بحب البصمه، ومش بحب خالص 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 الـ اسمه ايه، اسمه منقش تقريبا، مش بعرف امسكه، يعني انا مش بعرف امسكه ومش بعرف اتعامل معاه. وشايفه ان في الاخر كله يعني محصور ونهايته فان السكر بيضايق الشكل، فمش محتاجه ان انا اتعب نفسي ببصمه واعمل احجام مختلفه. بصوا هنا كله حجم شكله واحد وشكله متناسق وجميل. سبته بالظبط ساعه وابتديت ان انا اسوي. طيب تعالوا بقى نتكلم عن التسويه. التسويه بتاعتي انا فاتحه الفرن بتاعتي على درجه حراره 240 لمده 10 دقائق. اول ما دخلت الصاج هديت الفرن على درجه حراره 200. بياخد قد ايه كل فرن على حسب التاني، يعني على حسب شده الفرن بتاعتك. انا الفرن بتاعتي خد معايا حوالي ربع ساعه، تمام، ممكن يقعد تلت ساعه، تابعي الفرن بتاعتك او ما تلاقي الجناب كلها لونت خلاص هو ده السوا المظبوط، تمام كده اهوت. طيب هكلمك عن التسويه تاني في حاجه، لان انت لما بتحطي درجه الحراره 180 لو انت مش عاملاه بملبن، لكن لو انت عاملاه بملبن لازم تعملي درجه حراره عاليه علشان الوش بتاعه ما يشققش، ما يفرقعش الملبن بتاعك، تمام. دخليه فرن عاليه هيستوي معاكي بسرعه ويفضل محتفظ بشكله. شايفين شكله عامل ازاي؟ ما شاء الله كميه كبيره وريحه حلوه وحاجه نظيفه، وصدقيني النتيجه هتعجبك. امشي بنفس الخطوات هتلاقي مفيش اسهل منه. طيب بالنسبه بقى للتعبئه والتغليف هنعمل ايه بقى؟ هنبتدي نجيب اي علبه بلاستيك ونفرش كيس سندوتشات نفتحه ونفرشه علشان السمنه ما تحنش على بعضيها وينعم معاكي، تمام. هبتدي ان انا ارص كل العلب بتاعتي بنفس الطريقه، وتعالوا بقى نشوف الشكل النهائي ونقدم ونختم حلقتنا. عاوز اقول لكم ان انا عملت الكحك ده مقدارين، يعني انا خبزت معاكم مقدار وخلصته، وبعد كده فصلت التصوير وريحت شويه وسهرت بالليل على مقدار تاني. يعني انا الكميه دي مقدارين مش مقدار واحد، ولكن انا حبيت اشارك معاكم عشان ما لخبطكوش. مقدار مقدار، يعني كل مره في القناه عندي بشارك المقدار كامل متكامل، فانتوا بتتلخبطوا فبتيجوا تسالوني عن مقادير كيلو. انا دلوقتي خبزه 2 كيلو كنت الاول معاكم في التصوير، ولما خبزت ال 2 كيلو كنت بكلمكم على انه كيلو واحد، لكن هو مقدار 2 كيلو. شايفين؟ تعالوا بقى نشوف من جوه الملبن عامل ازاي، النعومه بتاعته عامله ازاي. انا كنت عاوزاه ناعم ودايب كده في نفسه، عشان كده حطيت على ال 2 كيلو كوبايه حليب. بصوا على التصوير وتعالوا نشوف. بصوا خرافي، ماسك نفسه ودايب في نفس الوقت، حاجه كده تحفه. هبتدي بقى ان انا اقدمه، احط السكر باودر ضربه سكر معايا من قبل ما ابدا نواعم العيد، علشان هيريحني لو حبيت مثلا في وصفه البيتي فور احط حاجه في الغريبه يبقى معايا المكونات المضروبه كامله، ما كركبش مواعين حواليا. دي اول حاجه بدات بيها اني جهزت علبه مليانه سكر بودره. بصوا بقى انا عندي هنا جايبه العلب دي علشان اهدي بيها حبايبي زي ما قلت لكم في العيد. هبتدي بس الاول ان انا اجيب قوالب الكب كيك واغلف فيها، علشان هي اللي بدل ما القاعده بتاعت العلبه تاخد السمنه بتاعتي، لا يبقى السمنه كلها جوه القالب بتاع الكب كيك. شايفين شكلها كمان شيك ازاي؟ الشكل السنه دي مختلف في التقديم، انا حابه جدا 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 ان انا اصور واقدم حاجه بشكل حلو. يا رب النهايه والتقديم النهائي بتاع كل الحلقه اللي هو التقديم الكامل بتاع يوم العيد هنشوفه مع بعض ان شاء الله، اذا كان في القناه او اذا كان على صفحتي الشخصيه هنشوفه كامل متكامل ان شاء الله، يكون النتيجه حلوه والشكل مرضي وعجبكم. دورت كتير جدا على القوالب بتاعت الكب كيك دي، حجم اصغر من كده للبيتي فور، ولكن ما لقيتش. لو تعرفوا اماكن اكتبوا لي في كومنتات او ابعتوا لي لينك على الخاص للاماكن اللي بتبيع القوالب ديت. دي العلبه اللي انا بستخدمها،
وناويه اهادي بيها حبايبي في العيد، فحبيت ان انا اختم الحلقه واوريكم الشكل فيها، ولكن انا ما خليتش الكحك في نفس الشكل كده، انا بس بوريكم لو هو مشروع عاوز تعمليه في البيت، لو عاوزه تهدي حد من حبايبك، هي دي الشياكه في التقديم. يعني انا بحاول اعرض عليكم شويه حاجات واختم الحلقه بشكل يليق بيكم زي ما احنا شايفين كده اهو. تعالوا بقى نشوف الشكل النهائي، ما شاء الله كميه حلوه جدا والنتيجه حلوه جدا 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 جدا. قولي جدا من هنا للصبح، يعني انا مش عايزه افور، ولكن فعلا انا من جوايا حاسه ان انا بعمل حاجه حلوه جدا، لان كل اللي حواليا ما حدش اختلف عن الكحك بتاعي. دي كده الكميه بتاعتي، ولغايه هنا تكون خلصت حلقتي. يا رب اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم، كنتوا استمتعتوا معايا في الفيديو النهارده. لو وصلتي معايا لغايه هنا ولسه ما حطيتيش لايك للفيديو، حط لايك للفيديو عشان تعلي مستوى الفيديو بتاعي. ولو لسه مش منوره مشترك في القناه، اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل حلقاتنا. واعمل عيد الفتره الجايه، هنعمل صابليه، هنعمل بيتي فور، هنعمل غريبه، هنعمل رقيش، هنعمل الفايش، هنعمل حاجات كتيره حلوه جدا. يا رب اكون عند حسن ظنكم، وكون كل طرقي سهله وبسيطه على قلوبكم. لو جربتوا حاجه ارجعوا لي في كومنتات وقولوا لي رايكم فيها عشان شجعوا غيركم يا بنت. حابه تعملي في نص المقدار تجربي، مش هتندمي لو عملت حتى المقدار كامل. تصبحوا على الف خير، وكل سنه وانتم